في يوم من الأيام كان عندها نجم كبير مكسر الدنيا في هولندا، وتحديدا في نادي أياكس أمستردام. مش محتاجة كلام كتير، أحمد حسام طبعا. والنهاردة وبعد 14 سنة على آخر ظهور لأحمد حسام بقميص أياكس، بيظهر اسم مصر جديد في نفس النادي، رضا بابكر، أو زي ما بيقولوا في هولندا رضا بابيكير. هو لاعب هولندي من أصل مصري من مواليد عام 2010، ورضا بيلعب في فريق تحت 15 بنادي أياكس أمستردام في مركز لاعب الوسط المدافع. رضا بيمتلك الجنسية الهولندية والسودانية والمصرية، وهو واحد من أميز وأبرز المواهب المتواجدة حاليا في فرق الناشئين بالنادي. ومن أهم مميزات رضا التصويبات بعيدة المدى، فرجله قوية جدا على الجول وسجل أهداف كتير من خارج ال18. في الموسم الماضي بابكر سجل هدفين في الدوري مع فريقه، منهم هدف تم اختياره هدف الشهر على مستوى كل فرق نادي أياكس من الفريق الأول لحد أصغر فرق الناشئين. وفي الموسم الحالي مسجل حتى الآن 5 أهداف وصنع هدفين. ومن جانبنا بنشوف بابكر أحد أهم المواهب القادمة بقوة في عالم مزدوج الجنسية المصريين، فهل نضمه للمنتخب المصري قبل فوات الأوان؟